was like something that I've never seen in my life. It's horrible. All of Beirut, a certain district in Beirut is completely collapsed. Hospitals are full, people are sleeping on the streets. It's horrible. As a Lebanese, I couldn't help but, you know, in a moment like this where you hear that explosion sound, I thought maybe the war broke again. Can you tell me what happened to Madame Tijoua? مدام تيلي هون متفقها وانا بالجهه الثانيه سمعت انفجار غميق طلعت لبرا وسمع صوت طيران طلعت لبرا لحتى اشوف انا هيدا وقفت هذيك المال هونيك عم بتطلع بالجو فوق بالسما وما عادش الا شيء انفجر وزتني لهون لجوا ولقيت مرتي جوا مدميه منصابه براسها وبدينتها ومرتي مع ضغط انا وصرت طلع كل واحد بيله بحيله وما حدا بيله بحدا. حسينا الارض هزت يعني فكرناها هزه ارضيه يعني الله اكبر الله اكبر البنايه اخذت كل الازاز اللي كنا احنا بالدوره والله الازاز نزل والله العظيم العالم كله نزلت من البنايه شو صار ما حدا بيعرف والله مشهد لا ينوصف يعني مؤلم شهد اقول لك الدرجه مؤلم والله يحزن يعني شيء يحزن والله شيء يحزن Dozens have died and thousands injured. The hospitals are overwhelmed with hundreds of people in each hospital. There are surgery happening outside OR rooms and doctors are treating people outdoor. It's simply a calamity after calamity. It's catastrophic. شيء بكبني لورا بطلع بمشي 20 متر وسال على قبل البحريه وشوف قبل البحريه تبع جيب شوف شيء مناظر مسجله بالتليفون هذا عم بيقول لي هذا ميت حدي مره عم بتصرخ ما بعرف وين بنتي عشت الحرب ومرات بظروف بس ما بحياتي شفت هيك كتر خير الله اجت الاشياء بالماديات بس I'm wondering قديش رخيص بني ادم بهالبلد ولوين رايحين؟ ما بعرف يعني لحظة دمرت بيروت كلها